شوف يا استاذ، انا الي بيا الشركه 25 سنه. يلا ابدا. اهلا اهلا، والله ريت اسعد لي اوقاتكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. استفتحتكم ببطيخه يعني سنه مباركه ورب كريم، خلينا نقول هيك، لانه لسه هلا اول بطيخه بنفتحها، يعني هو لسه هلا طلع البطيخ موسم الربيع، بتعرفوا انتم ببلش بقى الفواكه الظريفه واللذيذه، لذلك بلشنا بقى حياتنا الربيعيه المليئه بالفواكه اللذيذه. شو بتقولوا عنه انتم هذا ببلدكم؟ ما بعرف، انا نحن بنقول بطيخ، بتوقع بحلب بيقولوا جباس، ما بعرف إذا بدول أخرى في إلى غير مصطلح أو بيطلقوا عليها غير اسم، ما بعرف. المهم هلا عندي بعائلتي بحبوه ياكلوا مع القشر، يعني هيك ينجوروها نجورة نجورة، يعني التقام، يعني ما بعرف شو والله ما بعرف شو بدي يجيب مصطلح يعني قريب للغتكم، نجورة هيك يعني بيحبوا ياكلوها، خش 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 خش، عرفتوا يعني بدون شوكة وسكين. فالشيء الأساسي مع البطيخ والجبنة، بتعرفوا يعني أغلب الشعوب هي بحبوها، بطيخ وجبنة. فهلا أنا شو عم بعمل؟ عم حضر لهم فطور، بدي روق لهم دماتهم وأعصابهم، فطور هيك مدلل. قلت لهم بدي أعمل لكم فطور مدلل حتى تدللوني. بقى بشو بدهم يدللوني هن؟ بدهم والله يعملوا معي حفلة قيم السجاد. حفلة قيم السجاد بتعرفوا حفلة وحفلة، يعني بدنا نحمل الكنبايات ونزيح ونزحول ونقيم ونحط ونشطف وكت مياية وسقسة أو لا لا أو جأجأة. هلا صراحة أولادي بحبوا كتير الحواضي، خاصة هلا عطلنا، الحمد لله عطلنا من هم المدرسة وهم الفحوصات وجايين هلا هم الصيفية، العطلة الصيفية بس يعني انه الحمد لله ارتحت. هلا مين بلش بقى الشهادات البكالوريا والتواسع وهيك، يعني فبحبوا الحواضر كتير، يعني لبنة، جبنة، زيتون، زيت وزعتر مع بريق شاي. بقولن نعمل مثلا بيض كذا، بيقولون لا ما بدنا بيض، بس رح اسلق بيضة هلا بس للسيد يحيى يعني مشان ياكل بيضة. هلا انا حطيت هون جبنة مسنرة وجبنة مغلية بيضة مع حبة بركة وجبنة بلغارية، ما بعرف إذا بتسمعوا فيها جبنة البلغارية، بحطوا لها زيتون وزعتر أخضر، شغلة هيك طيبة يعني كتير، فبنحبها مع البطيخ كمان، بتجي مالحة أكتر من غيرها. هلا ليش عملت حركة البيضة هاي؟ بحط له اياها ليحيى بمكان للبيضة خاص، لانه حتى يقبلها، يعني يقبل ياكل هيك انه اساس انه سربرايز هيك، يعني بعمل له قصص. بتعرفوا يعني انه انتم الاولاد ما كتير بيقبلوا على الاكل وهيك واكلات الجبنه واللبنه والزيتون، فانا بعمل له اياها سندويشه وبسخن له اياها، يعني بعمل له 100 حله حتى ياكل، يعني كل اولادنا هيك اغلب الاطفال هيك ما بياكلوا الا بحيله يعني، وعرفتوا يعني تكون السفره كتير راكزه وظابطه. هلا هون بقى هيك فطور، ما بدي اقول لك كاسه شاي بقى ظريفه، وقلت لهم دللتكم بدكم تدللوني. عم
عم تسمعوا صوت ضجة وش؟ أكيد هذا صوت المروحة، عندي مشغلت على البطارية أنا، فإذا ما شغلت مروحة على البطارية هي ضعيفة شوي وصوتها أقوى من شغلة، بس بنحم كتير بنسلق يعني سلق. المهم افطرنا والله، قلت لهم يلا على الشغل. هلا ما رح اخبي عليكم صراحة، انا من قبل كنت انا اشتغل لحالي هذا الشغل كله واللي كان اولادي صغار، بس هلا الحمد لله كبروا يعني شوي نوعا ما فضل الله، فقلت لهم تعوا اشتغلوا. شو بدي اقعد يعني انا اقعد اشتغل انا لحالي، والله بدكم تساعدوني. بس بسم الله ما شاء الله بيتساعدوا، بيرفعوا لي صوفاي، بيرفعوا كنباية. قلت لهم يلا اشتغلوا بقى. الله يرضى عليه زهير هو والزيد كمان رفعوا وقاموا وحطوا. زهير لف السجادات طلع المغسل، لانه صراحة كتير وسخ السجاد وما في مجال اني انا اغسله، يعني شفتوا الغرفة صغيرة وما في ما في عندي مكان اني انا اغسل السجاد، فراح ياخذها الحمد لله على المغسل. الله يرضى عليه يا رب. والله هيك يعني قال مين تعاونوا ما غلبوا. والله تاني يوم فقت الدنيا ربيع والجو بدي عن جد، يعني على الصيف كيف. هلا هو تقريبا الربيع يعني تقريبا هو الصيف يعني خفيف، بس عن جد الصيف كيف ما شاء الله، الجو حلو، رطوبة هيك، السما صافية، الشمس فايتة على البيت غير شكل سبحان الله، ونشاط غير شكل، الفواكه غير شكل تبع الصيف، الدنيا كلها غير شكل تبع الصيف. حلوة الصيف يا أختي، بس إنه شو يعني ما نعرق كتير ونشوب كتير هون وندبق. فهون تاني يوم يعني انا فقت مرايقة هيك وقعدت مسحت الارض، عملت لها مسحة ماكنة ماكنة، وفي شوية رتوش بدي اشتغلها بالبيت ما عملتها يعني وقت اللي قمت السجاد وشطفت، ما عجقت حالي، وبدي ورجيكم الدرع اللي حصلت عليه الحمد لله والفضل الله. ما رح كذب عليكم صراحة، أنا فاتحته صار له عندي شي أسبوعين تقريبا، بس ما صورته بسبب امتحانات أولادي، فكنت مشلوشة شوي، حبيت أفرده على نظافة وعلى قطافة وهيك يعني. أنا فاتحته صراحة ورجعت ضبيته، وحبيت هلا أفتحه معكم لأنه أنتوا إلكم حق إنكم تشوفوه معي، لأنه هو إلكم قبل ما يكون لإلي. أنتوا كمشاهدين أنتوا اللي عملتوا القناة بصراحة، بعد يعني بعد فضل رب العالمين طبعا، أنتوا باستمراركم معي وبدعمكم لإلي أكيد أنا وصلت لهون، يعني الشغلة مو شطارتي، هاي فضل رب العالمين ومن ثم دعم كل لي، وكتير شكرا من قلبي. شهادة جديدة زينت لي شهاداتي الحمد لله، وأنا بعتبره شهادة، شهادة عمل من اليوتيوب. كتير كتير مبسوطة وسعيدة إني علقته معكم، وعن جد يعني سعادتي الحمد لله رب العالمين، من فضل الله غمرتني وغمرت بيتي وغمرت عيلتي الحمد لله رب العالمين، هو شيء يعني معنوي أكتر ما يكون مادي.
ايه الطقس رهيب جدا، يعني الصبح حلو والمساء حلو بجنن، فحبيت صوركم اجواء. نزلنا تمشينا، اخذنا تماري، هي بيقولوا لها تماري كعك، بكعك ما بعرف يعني هيك بيقولوا لها، هي بيحطوا لها دبس وطحينه وسكر ناعم والخبز تبع التورتيلا بتوقع، او هيك هذا الخبز الرقائق تبع الكريب. هو هذا الشاب كتير نظيف، يعني عامل هو بسطة، هي بيقولوا له مأكولات شعبية أو أكلات شوارع، عامل بسطة أنا ما باكلها أبدا هي الأكلة من وين ما كانوا. وحتى هلا زوجي كيع ومل فيني إنه كلي 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 لك، جربيها لك طيبة، بس لو ما شفت النظافة صراحة ما بحطها بتمي، كتير موسوسة بهيك شغلات، وأنا بساويها بالعادة بإيدي، بدي ساويها إن شاء الله شي نهار معكم بفيديو. طلبنا والله و60 ألف دفعنا عليهم، يعني حتى لتشوفوا الغلوان اللي قاعدين برا، اللي عايشين برا بأوروبا وهيك أماكن، إذا ما بتعرفوا دفعنا 60 ألف بس حق تماري بكعك. كانت هي أرخص أكلة للدرويش والفقراء، يعني كنا نجيبها شو ب5 ليرات سوري، صرنا هلا نجيبها ب60 ألف ليرة سوري، يعني جبنا 3 4 5 6 شي 6 وحدات تقريبا. المهم يعني أخذنا على البيت وأكلنا أنا ما أكلت بالشارع، زوجي وابني أكلوا، أخذنا على البيت لماما ولزهير، طلعنا هيك تمشينا وشمينا. هو بعد هالتعب، هو على يومين يعني أنا تعبت صراحة، بس يعني أول يوم قمنا سجاد ونظفنا وشطفنا وهيك وغبرة، تاني يوم بقى عطورات وترتيب هيك وبخبخة ويعني تلميع مرايا هيك، عرفتوا كيف؟ يعني أغلب الستات بتوقع مثلي. لا لا كله على البيت. سألتوني شو باخذ فيتامينات، فأنا رح أخبركم هلأ، بس بدي أروح على البيت. هي بدها الفيتامينات اللي باخذها، بدي أكل الدسم، لأنه هلأ مؤقتا رح أورجيكم هذا الفيتامين، لسه في كمان. هلأ هو باخذ كلوكازامين، من جديد عم باخذ كلوكازامين للركب، وأوستيوكير اللي بيستعمله بيعرفوا هو في نسبة مركزة من الكالسيوم، يعني نسبة قليلة كتير، هو أكتر فيتامين دال ومغنيسيوم وزنك الحبة الواحدة فيها، فبالميلي جرام والله ما أعطيت كتير، بس يعني نسبة الكالسيوم قليلة، الفيتامين دال فيه أكتر، فاسمه أوستيوكير، بجيبه بالظروف أحيانا، أحيانا بالعلب حسب ما يتوفر، لأنه مو دائما بتوفر بسوريا، فبوصي عليه من لبنان، كتير صعب يعني لاقي، وأحيانا بلاقي باخد بالظروف. فباخد كلوكوزامين للركب للوقاية، قالوا للوقاية، لأنه شفتوا ماما كيف، فيمكن في عامل وراثي عنا، فباخد حبتين سوا مع أكلة دسمة. لا اعتبرت أنا التماري كعك أكلة دسمة، فيها سكريات وفيها دبس وهيك قصص وخبز، فوقت رجعت على البيت أكلت وأخد حبة بحبة، لو مسا ما بيعمل قلق هو. ففي ناس بيعتقدوا إنه الكالسيوم مضر، هو أكيد مضر لأنه بيترسب بالكلى، بس الأهم إنه نشرب معه مي كتير، وما يتاخد لوحده يعني هيك بشكل مركز بشكل كبير. يعني أنا باخده هي الحبة، فيها فيتامين د وزنك وكالسيوم ومغنيسيوم، فالافضل انه نحن نشرب معه كميات كبيره من المي حتى ينطرح من الكلى. هلا في الكيتو كمان منيح، بس نحن ما عندنا كيتو على فكره، بدي اوصي عليه من برا كتير صعب، هذا بيلتقى عندي الاستيوكير يعني، بس بدي اوصي عليه الصيدلي وبيجيب لي بالظروف يعني باخد، لانه هو شوي غالي. فرجعنا والله عملنا هيك اكله، بتعرفوا انتم بقى اكلات على الاكله، أعداء أكلات الربيع الجميلة واللذيذة. سبحان الله العظيم، رب العالمين برمضان بيعملنا يوم بشهر بالسنة حتى نحن ننقي روحنا هيك، ونرجع نعيد حساباتنا وترتيب عبادتنا هيك، يعني نرجع مغسولين غسل هيك، قلبنا بنغسل بليفة وصابون بتحسوا برمضان. نفس الشيء سبحان الله رب العالمين، عاملنا سبحان الله الخالق العظيم، عملنا شهر 3 أشهر بالسنة كمان ربيع، بنطلع لأنه من الخريف الكآبة ومن الشتاء البرد والصيف الشوب والعرق والتعب، الربيع هيك بيغسلنا كمان غسل، بيغسل لنا أجسادنا والهواء النقي والفواكه الطيبة الظريفة اللي ما الخالية من الهرمونات، إنه بتطلع لحالها سبحان الله، لأنه وقت الزرع والزراعة بيكون يعني سبحان الله العظيم بتنظف جسمنا، كما إنه روحنا بتتنظف برمضان. رب العالمين هيك خلق كل شيء بترتيب، كل شيء عنده بمقدار، فهيك الفواكه الظريفة الطيبة، المشمش، الدراق، الفريز، الكرز، في أكلات كتير ظريفة، الجارنك، الخوخ، العوجة، هدول الأكلات الربيعية اللذيذة الخضرة، حتى البازاليا والفول، كل شيء بيطلع بالربيع سبحان الله، وكله هذا غذاء لجسمنا، ما رب العالمين ما بيخلق شيء من الأرض إلا يكون لنا مفيد. فهيك بهالسهرة والله حبيت أحط كم مشمشة، كم درقنا هيك، بعد يوم طويل وعناء وتعب بدها سهرة ما، وقعدة حلوة ورطوبة.
ومش مشدرة وتفاح ومع الفانوس بنقله المسلي الصغير الفانوس. بحب هاي الأجواء وبحب هاي الأعداد صراحة، ما بقدر بلاها يعني. بحب الطربوش، هيك شغلات قديمة، بحب أرجع للقديم، بعد عن التكنولوجيا وبعد عن كل اللي وصلنا له هلأ نحن مؤخرا. بس لما بعمل لك وحياة الله كبر الشلة ماما. بابا كبر الشينا ماما؟ بعد ما أخذت الدراقين ضحكت، كنت لأنه عم شرشر على الأرض بعد ما نظفت ومسحت، وهيك قام طلع فيني هيك زوجي زورني إنه شو عم بصير معي هيك بتضحكت، إنه التوصيخ والشرشرة لناس وناس، معلش ناس تشرشر ناس لا بياكلوا خناقة. قلت له يلا هلا مرقول يا عم صور، معلش هلا بمسح يلا. المهم هذا هو كان فيديو اليوم، أتمنى يكون نال إعجابكم وكان عند حسن ظنكم. بحبكم كتير، ما تنسوا اللايك وتشاركوا الفيديو لأصدقائكم، وتذكروا أني بحبكم كتير كتير، وأنا هون لأنكم أنتوا معي، وبأمان الله بحفظ الله برعاية الله. أوكي ولا مالك مدرك؟ ماما مرحبا. طبعا مدرك أستاذ ولو إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.